انا مش هدفع ولا مليم. انا مش هدفع ولا مليم لما تعملوا المواصفات اللي انا قلتها لكم، ساعتها هدفع، غير كده مش هدفع اي حاجه خالص. ده اخر كلام عندي. ظبطوا انتوا بقى مع بعض وارجعوا لي. شكرا، سلام. ملاك فعال. ايه يا ساره، في ايه؟ استاذ فريد، في مالك مخطوفه كده يا ساره؟ اهدي كده، في ايه يا حبيبتي؟ ايوه انزلي اسالي. ايوه تمام، اتفضلي. ايه؟ في واحده بره عايزه حضرتك. طب دي حاجه حلوه خالص. واحده حلوه؟ حلوه؟ اه. طب دي حاجه كويسه. اسمها ايه بقى؟ ما عرفتيش اسمها؟ لا. اوكي، ده شيء لطيف جدا. صراحة احنا هنا مش في الشهر العقاري يا حبيبتي، احنا هنا في شركه وانا صاحب الشركه. لازم اي حد يدخل لي تبقى عارفه اسمه، مجالي ليه، عايز مني ايه. بس واضح ان انت الفتره دي مهتمه بشعرك وشكلك واللوك بتاعك، فواخد منك وقت. معلش انا اسفه من حضرتك يعني، بس يعني الحق عليا عشان انا واجهه الشركه وكده. لا لا لا، على الواجهه دي احنا ممكن نكسرها ونجيب مجاهدات ثانيه، ما عندناش اي مشكله خالص. طيب اتفضلي. اللي بره دي اكيد واحده، ما دام انت مش عايزه تقولك اسمها ولا عارفه هي مين. أيوة. تزحلقيها. ماشي. بس بالطريقه. ليه بقى؟ عشان احنا في شركه، صح؟ صح يا واجهه؟ صح. اتفضلي بقى زحلقي. شكرا. ميرسي حضرتك. اتفضلي. ما تاخديش الموضوع كده على لا حضرتك مش هيف مش هيف. معقوله؟ مريم. يا روح مريم. يا ساره، دي استاذه مريم، مش فاكراها؟ ايوه استاذه مريم. استاذه مريم. ايه الاوفر ده يا ساره؟ انت تعرفيها منين اساسا؟ لسه عميله جديده عندنا. اتفضلي يا ساره، اتفضلي 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 يا حبيبتي، اتفضلي. مريم احنا هنا في الشركه. شو هي وصلت انك بترمي الشنطه كمان؟ والله؟ طب احنا هنا شركتي وشغلي، مش هينفع يعني. عيب قوي لما واحده ست زيي تجري ورا واحد وهو ما يعبرهاش. مين الواحده اللي انت بتجري وراها؟ قولي لي عليها وانا اجيبه لك حالا. والله انت ما بتردش عليا ليه؟ ما بردش عليكي. لا انا برد عليكي وعلى طول، ما اقدرش استغنى عنك. بس احنا هنا في شركه وفي موظفين وحاجات يا مريم، صح؟ انت هتراعي حاجه زي كده، صح؟ عشان انت مريم حبيبتي بتاعت زمان، مش هتيجي تفضحني هنا في شركتي. طبعا يا حبيبي. وانا جايه اعمل ايه؟ انا جايه اقعد اعمل نسكافيه، اتكلم شويه انا وانت كده يا حياتي. ما احنا ما فيش منا كلام يا مريم غير في حاجات محدده ما تنفعش في الشركه، يعني تنفع في اماكن تانيه. ممكن ناخد لنا يومين اسكندريه تاني، نطلع شرم الشيخ، الجونه، الحاجات بتاعت زمان، لكن هنا بنشتغل ما ينفعش يا مريم. فانا رايي انك تاخدي الشنطه بتاعتك وتتكلي على الله على طول، ايه رايك؟ وانا رايي ان احنا نتكلم شويه. طيب كده برضو كده، ده انا حبيبتك مريم. بعدين احنا يا حبيبي مش هنعمل حاجه غلط. لا مش موضوع غلط وصح يا مريم، انا عايز اقول لك على خبر يمكن يضايقك شويه. انت اللي متضايق والكرافات دي قافله عليك. انا عارفه الكرافات اللي مضايقك مريم. مريم انا عايز اقول لك، اسمعيني اسمعيني بس اسمعيني مريم. انا الحمد لله انا استقمت. لا لا لا، لو رجاله العالم بقى كلهم استقاموا الا فيري. ما هو ده اللي حصل. الحمد لله ربنا كرمني واستقمت، المفروض تبسطي لي. اصل انا احكي لك على حاجه، امي الفتره اللي فاتت كانت مركزه معايا شويه في الدعاوي، وظهر ان الدعاوي استجابت، فالحمد لله انا استقمت يا مريم. معلش ممكن تكلمي مجدي؟ مجدي فاضي صح، ومجدي صايع، لكن انا راجل بتاع شغل وشركه، وانا مراتي ممكن انت عارفه طبعا، انا عرفتك عليها ووريتها لك شكلها كان عامل ازاي، ممكن تخلص عليا خالص. انت يرضيكي؟ لا يا حبيبي ما يرضينيش. أوكي. انا حتى فاكره قصه السطور. ايوه والله العظيم من ساعتها وانا بحلم كل يوم باستاذه ابو بكر عزت، من ساعه ما قلت لك على الموضوع ده. انت ليه مش بتتفرجي على الفيلم ده؟ ما تركزي معايا. لا يا حبيبي انا مركزه معاك. ايه الكرافته الفظيعه دي؟ وانت رابطها 60 رابطه ليه؟ ها؟ ها؟ في رابطه بسيطه يا روحي. طب انت ليه بتفكيها؟ ما هي مربوطه حبيبتي. عشان نتكلم براحتنا يا حبيبتي. وانا مش مضايقاني. انت هتصدقني انا كنت حاسس ان انا مخنوق. صح؟ والله انا قلت كده برضه. الدنيا حر. طب خلاص خلاص، بس عشان احنا في شركه يا مريم، احنا في شركه يا حبيبتي. بص يا مريم، انت هاتي من الاخر وقولي لي عايزه مني ايه. عايزه فلوس؟ ما انا اديتك فلوس هناك. عايزه فلوس تاني انا ممكن اجيب لك، ما عنديش مشكله. وانا قلت لك لو عايز الفلوس ممكن ارجعها لك. وبعدين بقى هي بتسال سؤال زي ده انت فيري بيفهمها وهي طايره. معلش بقى، ما انا فيري في الشغل ما بفهمش خالص، يعني ما بفهمش غير في الشغل بس. طب هقول لك حاجه. قولي. انا مش هضغط عليك. ما معلش تضغط عليا، انت كده صح. عارفه ليه بقى؟ لو ضغطت عليا الشركه كلها بالموظفين كل الناس هيتفرجوا علينا، فمالوش لازمه الضغط. فانت سيبيني، خدي شنطتك واتكلي على الله، ولا هكلمك نتقابل في اي حته تاني. هي الشنطه مضايقاك؟ اقول لك انا بقى. قولي لي. نتجوز؟ يا دي نتجوز يا مريم، ما ينفعش يا حبيبتي. انا راجل متجوز، بقول لك انا راجل متجوز، وهنا ده شركتي يعني اكل عيشي، ما ينفعش. انا بقول لك انت من الاخر مجدي، كلمي مجدي، مجدي هتلاقيه معاكي جاي في السكه، لكن انا راجل ما ينفعش. فيري. وحياتي. حياتك ايه؟ نتكلم شويه. بص اكيد كمان البدله ضيقه. البدله دي بتتقلع لوحدها، دي مشكله فظيعه فظيعه. نرمي بقى البدله. انا بقى اجي لك لحد عندك واقول لك نتجوز وانت تقول لي
روحي لمجدي. لا 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 خلاص خلاص. طب سيبيني افكر سيبيني افكر. ايوه يا روحي كده نفكر بقى سوا احنا الاثنين كده. احنا الاثنين يا سلام. طب بقول لك ايه، بقول لك ايه رايك اقفل باب المكتب عشان نفكر براحتنا؟ هو ده فيري صح؟ هو ده فيري. طيب بص بقى يا روحي، احنا نتجوز وزي ما قلت لك لو مش عاوز تجيب سيره لمراتك انا ما عنديش مانع، ما عنديش مشكله خالص. انت متعاونه يا مريم، ودي الميزه فيكي صراحه متعاونه. طبعا القميص ده مضايقك في حاجه؟ ما بقول لك الدنيا حر. انت فاكر لما كنا في اسكندريه كنت كده مفرفش وحبيبي كده بتهوي الدنيا عليك؟ طب كفايه عشان ما اخدش برد بس الموظفين وبتاع. مريم بص انا عايز اقول لك على حاجه، انا موافق ابقى معاكي في اي وقت وفي اي حته الا في الشركه حبيبتي. في الشركه بصي يعني لو حد موظفين دخل عليا وشافني بالمنظر ده هيقولوا علينا ايه؟ هيقولوا علينا ايه طيب؟ ما يقولوش حاجه. وبعدين انا ازعل منك؟ اخد على خاطري. يرضيك اخد على خاطري؟ لا لا انا ما يرضينيش، انا ما يرضينيش خالص. انا بصراحه انا بضعف قدامك يا مريم مش عارف ليه. طيب هقول لك حاجه. قولي لي حبيبتي. انا يا روحي ولا كانك قلت اي حاجه من اللي قلتها، بس انا قلبي حنين ما بيقدرش يفارقك. وبص بقى نعتبر اللي احنا قلناه كأنه لم يكن. نفكر بقى في قصه جوازنا وهنعمل ايه مع بعض. ايه رايك يا فري؟ مريم انت بتحبيني بجد ولا انت طالعه في القميص؟ انا بموت فيك يا فري. لا بجد؟ القميص يا خلاص يا على القميص. ايه ده يا دودي ده؟ ماشي ماشي ايه ده؟ مش تكتب اسمي يا حياتي؟ لا انا هكتب، واضح ان انا وانت اسامينا الاثنين هيكتبوا في. اه يا فري صدقني يا روحي احنا الاثنين كده الجو صهد توأم. الجو صهد مريم عامل تكييف. طب ما تيجي تقلع القميص اكتر من كده؟ ايه المشكله؟ ده انا اتفضحت خلاص. ما نقفل الباب. ده رايك؟ رأيي؟ طب مدام ده رأيي بقى انا هقوم اقفل باب المفتاح عشان نتكلم في الموضوع ده على كلوز كده. هو ده بقى فيري بتاع زمان. صح صح. طب انت يا منى يا نهارك اسود ومنيل. مين دي؟ منى دي الدكتوره مريم. بس الدكتوره مريم كانت جايه تكشف عليا مش فاهم بكوح بقى لي يومين. دكتوره الصدره جات لي هنا كتر خيرها ما رضتش تخليني اروح العياده، جات لي هنا جات الشركه. هو مش انت اللي كنت في الفندق؟ لا فندق ايه، انا دكتوره مريم بتاعه الصدر. ايوه كنت جايه اتاكد بس ان فريق قصدي إيه؟ استاذ فريد بياخد الدواء. تاخد الدواء صح؟ لا باخد الدواء بس انا صحيتي دلوقتي بقت احسن من وقت الكورس. احسن بكتير. شكرا يا دكتور. هبقى اطمن عليك. وانا هاخد الدواء ليل ونهار ونهار وليل الحساب بره حضرتك اعدي على الحسابات خد الحساب. شكرا يا دكتور. ايه اللي انت عامله ده؟ عامل ايه؟ استنى هنا. طب تعالى تروح على فين؟ مش حاجه انا بس بلبس الجاكيت عشان ما يكونش برد. برد؟ لما فتحت لك القميص ما كانش عندك برد؟ دي بتكشف عليا ده دكتوره لا حقيقه في العلم. لا عارف انا فهمت انت ليه كنت عايز تروح الفندق. ليه؟ ده انا هخرب بيتك. بقى توطي صوت صوتك يا منى، احنا في الشركه هنا هتفضحيني؟ ده انا هفضحك قدام الموظفين بتوعك. منى منى بقول لك ده دكتوره، ايه المشكله يعني دكتور؟ بس على فكره انت عندك حق، انا كان لازم اجيب دكتور مش دكتوره، وانا اسف انا مش قادر. خاين يا واطي. خاين واطي ليه؟ عشان دكتوره بقول لك كانت بتكشف عليا كنت تعبان، وبعدين انت مراتي المفروض تقولي لي الف سلامه كتب لك دواء ايه كتبت لك. طلعني يا فريد. كمان اطلقك كل عشان دكتوره كشفت عليا؟ بقول لك دكتوره دكتوره دكتوره. يبقى خليها تنفعك. الله يخرب بيتك يا مريم، الله يخرب بيتك يا مجدي.